ممثل وأستاذ وأكاديمي وصاحب منصب جديد شغلني من اللقاء الأول بحضور أخاذ حضور ممثل تقيل. ممثل عندما يكون متواجدا يعلن عن وجوده. عمل نابليون بونابرت هذا العام ولم يقلد أي نابليون آخر أنا شفته. لم يعتمد على الشكل الخارجي على قد ما اعتمد على الأداء. أقنعني بأنه نابليون العظيم. نابليون بونابرت ليس فقط هو علامة من العلامات الكثيرة الناجحة بتاعته، هو أيضا هيكون في مسرحية لأنها ما زالت شغالة وأنا عايزة أروح أتفرج عليها، مسرحية شغل الناس تشارلي تشابلن. ياس، مسرحية تشارلي هتكون أيضا مفاجأة لكل اللي هيروحوا يتفرجوا.